والوقفة الجماهيرية اليوم في البصرة ما هي إلا تأييد للقرار المهم الشجاع الذي قام به أبناء البرلمان العراقي، إنما يدل على الوحدة الوطنية الموجودة والتمسك بالثوابت الوطنية ودعم المشروع الإصلاحي الجهادي ضد الاحتلال الصهيوني والإسرائيلي. قام أيضا سماحة السيد القائد مجدد الصدر بقانون البرلمان العراقي بتجريد التطبيع مع الكيان الإسرائيلي الصهيوني، وأيضا قام وقال صلاة ركعتين شكر للانتصار الذي حققه سماحة السيد القائد مجدد الصدر، والحمد لله رب العالمين. احتفالات أهالي البصرة اليوم بمناسبة التصويت على تجريم التطبيع مع إسرائيل التي دعا لها سماحة القائد السيد مجدد الصدر عزه الله. الصراحة جماهير البصرة تساند النواب اللي صوتوا على هذا القانون، وكما ندعو البقية اللي كانوا يدعون بأنهم مقاومون للاحتلال الذين امتنعوا من الحضور وامتنعوا من التصويت أن يحذو حذو المجاهدين من أبناء الكتلة الصدرية. اليوم أخواننا أعضاء البرلمان صوتوا تصويتا رسمي برفض التطبع داخل العراق، الشعب العراقي، المذهب العراقي الإسلامي، ونحن من هنا نساندهم ونفرح لفرحهم. اليوم نهنئ الشعب العراقي ومساندة الكتلة الصدرية والتيار الصدري والسيد مجدد الصدر. نحن نهنئ الشعب العراقي. كلا كلا إسرائيل، كلا كلا أمريكا، كلا كلا الطغات. نتضامن مع السيد مجدد الصدر تجريم قانون التطبيع، والحمد لله والشكر جرت الموافقة، بس احنا فرحانين بهاي الموافقة. طال المعتقدين.